حلقتنا النهارده هنكمل معاكم وهنستمر في ان احنا نناقش القانون الجديد للجمعيات الاهليه. بعد الفاصل هيكون معانا الاستاذه ميرفت ابو تيج، رئيس جمعيه المراه المصريه والناشطه الحقوقيه في مجال حقوق المراه. خليكم معانا. كلميني يا فندم عن الندوة النهاردة. طبعا الندوة دي وغيرها من الندوات يعني أصبحت ضرورة ملحة جدا، لأن إحنا بنتكلم النهاردة على قانون هيخدم البلد لسنوات عديدة، ونعلم أن النهاردة المجتمع المدني أصبح شريك أساسي للدولة، فلا بد أن نعمل كل جهودنا أن يخلو من الثغرات أو من الأشياء اللي هي ممكن تعوق مسيرتنا في المستقبل. الحقيقة يعني عايزة أقول إنه الأحلام اللي عندنا كجمعيات ما تحققتش كلها من خلال القانون الجديد، وفي حاجات هم بيصفقوا لها وسعداء بها جدا، أنا شخصيا مش سعيدة بها. يعني أنا مش سعيدة بالمرة إن يتقال إنه مجرد هتشهر الجمعية بمجرد تقديم الأوراق. زمان كان في 60 يوم للسؤال عن الجمعيات من أمن الدولة ومن المخابرات ومن كل الجهات المعنية، عشان أنا أضمن أن ممكن ما يندسش في مجلس الإدارة شخصية تكون عليها أحكام أو تكون لها سمعة سيئة. إحنا النهاردة بنمسك قطاع مهم جدا، بتبقى فيه أموال وأموال عامة، المفروض أن اللي يمسك الجمعيات دول يكونوا أنقياء مش 100%، 1000000%. أنا أخشى من السرعة ومن العجالة إن هبص ألاقي بدل ما إحنا 47,000 جمعية ألاقينا 100,000 جمعية، لكن فينا فئات بقى مندسة لأغراض أخرى. يعني ياريت يعيدوا النظر في هذا، إن ما فيش حد يخش إلا ما يكون فعلا إنسان نقي للغاية، وكل أجهزة الدولة قالت عليه كلمة يعني جيدة في حقه. أولا لازم نعرف إن الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي ده الزراع الرابع في تنمية المجتمع، ولا يمكن أي مجتمع من المجتمعات يستغنى عن خدمات وأداء الجمعيات الأهلية، فالاهتمام به اهتمام كبير جدا، ويجب أنه ياخد يعني أهميته اللي القوانين وحتى القوانين الدولية بتنص عليه. أولا المشروع لابد أن يكون له فلسفة، أن يكون علاقته متوازنة ما بين المجتمع وما بين السلطة الحاكمة، لكن لا يمكن ترجيح سلطة حاكمة على المجتمع. يعني دأبت السلطات البصرية على مر التاريخ أن تكون هي الأرجح في القانون، وبالتالي أن يكون لابد أن يكون لها سلطات قابضة على المجتمع المدني، وبالتالي بتقيد من حركة المجتمع المدني في عملية المشاركة في عملية التنمية، وتضع من العقوبات ما يخيف المجتمع، وبالتالي بتقلل شكل التطوع في مصر، الأمر الذي يؤدي إلى أن المتطوعين في العمل للمجتمع المدني يتراجعوا للخلف، وبالتالي احنا بنخففهم من وطأة القانون بحيث أن يكون متوازن ما بين المجتمع نفسه المدني وما بين السلطات أو الجهة الإدارية المنظمة لتنفيذ القانون على المجتمع، بحيث أن يكون هذا التوازن يؤدي إلى مزيد من المشاركة، مزيد من التطوع، مزيد من المشاركة في التنمية. أهم التوصيات أن احنا يعني لنا ملاحظات على مشروع القانون، سيتم إرسالها إلى الاتحاد العام للجامعات والمؤسسات الأهلية اللي هو بيجمع دلوقتي الملاحظات تمهيدا لإرسالها لمجلس الشورى، لأن احنا طبعا هنعقد جلسات استماع وبنجهز الملاحظات للناس، خاصة أن هناك رأي بيؤكد دلوقتي أن احنا مش عايزين لا نتعجل في إصدار مشروع قانون الجامعات الأهلية، بل في رأي بيتقال دلوقتي أن يؤجل إلى مجلس النواب عند تشكيله. لنا ملاحظات طبعا على موضوع إشهار الجمعيات، ولابد أن يكون هناك التفاف حوالين الدستور، وأن يكون الإشهار طبقا بالإخطار طبقا للمادة 51 من الدستور. بنأكد على عملية برضو موضوع اللجنة التنسيقية والمنظمات الأجنبية، بنأكد برضو على أنه يكون هناك يعني معايير مدققة، ولا يكون هناك نوع من أنواع التشدد، لأننا في أمس الحاجة إلى التمويل يفيد عجلة التنمية في مصر. بنطالب أيضا ندب العاملين اللي كان موجود في القانون 84 يعاد مرة أخرى ندب العاملين،
برضو العقوبات المقيدة الحريات أنا شايف أن هناك برضو موجودة بشكل غير مباشر. إحنا عايزين طبعا العقوبات السالبة المقيدة الحريات دي بنلغيها. Thank you.